بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أبيات في الوقف بالإشباع على نحو الصلاة والزكاة لورش رحمه الله، نظم الإمام إدريس الودغيري رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: وأفرض الإشباع في الصلاة مع مثلها في الذكر كالزكاة، إذ وقفها بالهاء لا محالة، وهاؤها ساكنة أصالة، تدخل في عموم قول الحرز عن كلهم بالمد دون لمز. وإن تشأ تفسيرها فصغ لما يلقى عليك من كلام العلماء، فهاؤها عارضة لكونها مفقودة في الوصل، كن منتبها، فباعتبار ذا العروض تتلى للكل بالكبرى فهاك النقلا، لأن هذا المد في الذي عرض ثبت للكل بحكم مفترض، لكنها سكونها أصيل أوجب إشباعا أيا نبيل، فباعتبار الذات مد الكبرى ولسكونها بوجه تقرأ.